حصل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتاهيل والتدريب المهني. حصل على شهاده الايزو العالميه لاداره امن المعلومات وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح. وتعد شهاده الايزو احد المعايير الدوليه للجوده في الاداره الامنيه، وهي بمثابه دليل على التزام المؤسسات بافضل الممارسات في الاداره الامنيه ووحدات التحكم الامنيه الشامله. في مختلف عملياتها وسلامه المعلومات وضمان استمراريه الاعمال. وبهذه المناسبه عرب الدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عن فخره بهذا الانجاز، مؤكدا انه يعد انعكاسا للالتزام المتواصل في تنفيذ افضل ممارسات امن المعلومات. من جانبه عبر الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي للمركز عن اعتزازه لنيل المركز هذه الشهاده مشيرا الى ان مواكبه المركز لافضل واحدث المعايير الدوليه في التدابير الامنيه دليل على امتثال المركز للجوده في جميع عملياته